احسن الله اليكم، هذا السائل يقول ورد في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، ما المقصود؟ المقصود بذلك انه يبرئ نفسه يجعل اللوم على الناس او يتنقص الناس ويزكي نفسه عليه ان ان يشتغل بعيبه هو وبذنبه هو ويتوب الى الله عز وجل، نعم